مساء الخير، تحياتي لحضراتكم في بداية حلقة جديدة من السادسة. أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيتابعونا. كلام كتير أوله وأهمه عن مواجهة الأهلي والاتحاد في دوري سوبر السلة، المواجهة الثانية اللي هتكون بالتمام والكمال ساعتين بعد دلوقتي. يعني المباراة طبعا الأولى للأسف الشديد كانت في المتناول، ولكن أنهى الاتحاد بفارق نقطتين 71-69 لصالحه. النهاردة المواجهة الثانية، المواجهة عموما من بيست اوف 5، يعني خمس مواجهات هتجمع بين الأهلي والاتحاد، اللي يفوز بثلاثة منهم يكسب البطولة. فنتمنى التوفيق للأهلي. النهاردة مباراة مهمة جدا جدا جدا، نمرة واحد طبعا تخفف من توتر والضغوط اللي على فرقتنا بعد خسارة المواجهة الأولى. إن شاء الله بإذن الله النهاردة نبدأ من نقطة الصفر. مكسب الأهلي النهاردة معناه أنه مواجهة لصالح الأهلي، مواجهة لصالح الاتحاد، ونروح للراوند الثالث اللي إن شاء الله بإذن الله نأمل أنها تكون أهلاوية. دي هتتلعب يوم الثلاث. في حالة لا قدر الله خسارة النادي الأهلي ما قداموش غير سيناريو واحد، وهو ان يفوز بالثلاث جولات المتبقيه عشان يحقق لقب البطوله. فنتمنى ان شاء الله النهارده مباراه مهمه جدا تكاد تكون مباراه البطوله. يعني النهارده اعتقد ان الاهلي ما عندوش حسابات غير ان هو يكسب، رغم انه فرصه هتظل قائمه حتى لا قدر الله لو انتهت المباراه بالخساره، لكن نتمنى ان شاء الله انه الاهلي عادل الكفه ويكسب النهارده. ثقتنا في عمالقه باسكت الاهلي كبيره جدا، ونجومنا ان شاء الله ليه يمكن ما كانوش موفقين او ما كانوش في افضل حالاتهم في المباراه اللي فاتت، لكن نتمنى ان شاء الله ان احنا وقادرين باذن الله ان احنا نعوض. ما بين مباراه الباسكت او مواجهه الاهلي والاتحاد في السله، الانظار تتجه الى غينيا، وتحديدا قبل 24 ساعه من مواجهه منتخب مصر مع غينيا بيساو. مواجهه مهمه جدا 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 رقميا. ليه؟ لانه بعد نهايه الجوله الثالثه غينيا بيساو هي اللي في المركز الثاني، فهو لقاء بين متصدر المجموعة مصر بالعلامة الكاملة 9 نقاط، والوصيف في المجموعة غينيا بيساو برصيد 5 نقاط، بتيجي وراهم سيراليون وبوركينا برصيد 4 نقاط، ثم إثيوبيا نقطتين، ثم جيبوتي بصفر من النقاط. فبالتالي المباراة بكرة بين المتصدر والوصيف. فوز منتخب مصر النهاردة ووصول للنقطة 12 يسهل بشكل كبير جدا جدا من مهمته، ويبعد عن أقرب منافسينه وهو منتخب غينيا بيساو. عندنا كواليس عن مواجهة الأهلي والنجوم امبارح، مباراة تحضيرية إن شاء الله استعدادا لمواصلة المشوار في بطولة الدوري اللي من يوم 14. طبعا الأهلي يلعب مع فاركو يوم 14، لكن أفكركم وهيكون لينا كلام على مدار الأسبوع ده عن انطلاقة اليورو، تاني أهم بطولة على مستوى المنتخبات بعد بطولة كأس العالم. الصراع على أشده كل المنتخبات يمكن الكبيرة، أنا أعتقد إن هو كأس عالم مصغر، يعني لو حطيت بس البرازيل، جبت البرازيل والأرجنتين حطيتها مع بطولة اليورو، يبقى عندنا كاس عالم مصغر. كل المنتخبات الكبيرة بتستعد. عندنا بداية من يوم انطلاقة البطولة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة 14، برضو هيكون عندك كل يوم 3 ماتشات من العيار التقيل. نتمنى إن شاء الله إنها تكون وجبة ممتعة، وخصوصا طبعا إن السيزون في العالم كله تقريبا انتهى، فبالتالي هتكون وجبة ممتعة إن شاء الله لكل محبي كرة القدم. طيب إيه التفاصيل وإيه الأخبار؟ هنتابع مع حضراتكم تفاصيلنا لكن بعد الفاصل.